التقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بنجم هوليوود الشهير جوني ديب، وذلك بعيد ميلاد صداقة مشتركة بينهما أثناء احتفالهم بعيد ميلادها في لندن. ونشرت هيفاء وهبي مقطع فيديو قصير عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستغرام، وما يتبادلان أطراف الحديث. والفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور نشره، كما تم التقاط فيديو آخر لنجمين ظهرت خلاله هيفاء وهبي وهي تحيي جمهورها وترسل لهم القبلات، بينما كان يجلس جوني ديب بجانبها.